اقسم بالله انكم ترحبون في هذا اليوم الجميل الموافق 24/35 ذي القعده 32 ميلادي. يا اخوان جهزوا الزغاريط، جهزوا دهن العود، جهزوا بكيتات ورد، نبغى زغاريط كل ان شاء الله. اهم شيء انتم مرتاحين، كل واحد مشغل مكيف ومستعد، اموره طيبه وهزيم الروح طيب. بعد الحين مقدمه اليوم في اليوتيوب راح تختلف اكيد، نبي لها كلام هادي، الصوت غير النبره بعد 900 تغيرت نبره صوتي المليون. ابدا يا اخوان من حقي شوي بس اول ثلاث اربع خمس شهور بعدين خلاص. كيف بتصير؟ كيف بتصير؟ سوي تست الان تست. ما يمكن ما ارد عليك الحين، اتفل عليك احمد يلعن ام الغبنه. احمد والله لا هكرك. قل لي 200 يعني مش تبغى ارد عليك؟ يمكن اضربك بالشبشب والله العظيم بالكندره يا احمد. خلاص افقر شوي. خلاص يا اخي اصبر انت كل شيء. احمد احمد ارفع كتب، خليك رزين، خليك رزين، خليك رزين، قربنا قربنا يا ولد الجو. خليك اي يا قلب رزين اي ممتاز. بالله شفت واحد بيوصل مليون وهذا كفر جواله. هذا كفر جواله ممتاز. طبق يا جاي اسكت ولا تتكلم احمد. بعد يكلمني ليه ما اوصل مليون، اوصل مليون ابدا اخذ واعطي معكم اعزائي الساده المشاهدين وتعليقات البنك الرياضيه. يا الله يا الله 70 70 شوف ستة ارقام. ما نبغى شوي ما نبغى هزيم الرعد، ما نبغى ولا شيء، يعني هدوء ما حد يجلس مكانه، لا حد يتحرك، لا يتكلم، ما حد يكتب كتاب تسوي شيء. اصبر بقى شيء نبدا الحين. وقف شوية ألف مبروك. الله يجعل المشاهدين لك عليك يا رب، والله يزيدك من واسع فضله، والله يرزقك ان شاء الله حب جلال وجهك وعظيم سلطانك. الله الله العلي العظيم شوي في هذه الساعه المباركه. يا رب يسعد كل شخص من فضل الله وقف معي قال لي كلمه حلوه دعمني ولو بالشيء القليل مشاهدته فقط لي الحاله هذه دعم. واسال الله انه يسعد كل شخص جاني ونقدني نقد بناء نيته فيها انه يطور مني. اسال الله انه يجزاك الخير ويرزقكم من حيث لا تحتسبون جميعا. كل شخص حضر البث الحين الله يسعدكم، كل شخص ما قصر معي الله يسعدكم. ناس كثير في بالي والحين كلهم في بالي يا شباب. والله العظيم الكلام ما يوفيهم حقهم يا ربي لك. ناس كثير فاقسم بالله كل اللي اقدر انا يا احمد اسويها الان اني ارفع يدي وادعيكم دعوه من قلب، دعوه من قلب بس تقعد تطالع كذا وتسكت وتقول الحمد لله تحمد ربك يا الله. وشكرتوني لازيدنكم يا اخوان، اشكروا الله على النعم هذه. يا كلام كثير راح اقوله ما ودي صراحه اقوله الان. السبب الاول اني الان مخي مو بقادر يجمع، احس انه في شويه كذا موضوع فيه بوم كذا شيء بوم. شكرا من كل اعماق قلبك. والله العظيم انك تستاهل يا ابو شايع. والله تستاهل، الله يبارك. يستاهلك الطيب، تستاهل. لا خلاص شكرا وصلت. السلام عليكم احمد اوشونغ اكس بونك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا لو اتكلم من الحين لين ما اوصل 30 مليار ما راح اقدر اوفي كل شخص جالس تابعني الان حقه يا عيال، هذا الشيء حطه ببالك. كان ودي
اني احط هذا المقطع مونتاج من المقاطع القديمه واضبطه وادت، لكن يعلم الله اني حاولت وللاسف جوده المقاطع القديمه عندي جدا سيئه، اثرت على المونتاج وخذيت وقت طويل. المفروض اني كنت اول ما وصلت مليون انزل المقطع، لكن هذه المشاكل ومع الجامعه والاشياء اللي تكلمت عنها سابقا اخرت. عموما مو هو موضوعنا، ابى اتكلم الان عن شيء. هذا الشيء هو شخص بني ادم، ابيكم تحاولون تفكرون تعرفون من هذا الشخص. اذا قدرت تجيبه فانت تعرف انك متابع قديم وتعرف الامور اللي جالسه تصير لي من البدايه. لولا الله ثم هذا الشخص كان انا ما بديت نفس البدايه هذه، كان انا ما وصلت للرقم هذا. اكيد دعمكم اثر كثير، لكن كاحمد او شونج اكس بونج بدايته ترى ما ادري اي شيء عن اليوتيوب وعن الامور حقته والبثوث والاشياء هذه. بديت كنت انزل مقاطع في تويتر حق الطقطقه، وكانت الناس اللي تطلع لي بتويتر تقول يا احمد ليش ما تفتح لك قناه في اليوتيوب يا اخي، المقاطع اللي تنزلها هذه سوي زيها لكن مده اطول في اليوتيوب. كنت اسلك واقول ذولي الناس تبي تمدح وبس، وكلام كلام كلام. عموما انه جاء يوم من الايام على بدايه الموسم السابع قلت بأجرب وافتح بث، وكان بثي جدا سيء لدرجه اني يا اخوان والله العظيم اني ما اكذب عليكم، الشاشه فوق الماركه والسوني على الارض وجالس على الارض ومتربع وحاط الكام حقه سوني شابكها يو اس بي في السوني وحاطها فوق كذا اشياء او كراتين وفي الارض محطوطه وانا متربع والعب ماخذ ولا طقطقه وسولف مع العيال قبل لا اعرف ناصر قبل لا اعرف سعد. كان الموضوع في البدايه جدا طقطقه، ما كنت ابدا اني بتخيل اني راح اخش المجال هذا بالشكل. بديت وانزل حبه حبه، كنت ابث في البدايه قبل المقاطع، وصلت لدرجه اني في اليوتيوب دخلت 2000 3000 مشترك وفقط من تنزيل البثوث والمقاطع اللي في الاسبوع مره. مر على هذا الموضوع تقريبا 3 أسابيع الى اسبوعين شهر، ما اذكر كم المده بالضبط، في مده بسيطه قدرت اني اسحب الشباب اللي يتابعوني في تويتر والانستغرام واليوتيوب وكان عندي حوالي 3000. مرت الايام وانا انزل، جاء يوم من الايام تعرفت على كذا شخص يبث معي ومن نفس مستواي اللي في اليوتيوب، يعني شباب صغار تونا ناشئين. الشخص هذا عرفني على يوتيوبر كبير، حلو. يوم عرفني عليه بدا يوتيوبر كبير يتابعني وانا ابث وانا العب وانا اطقطق وانا اسولف وانا اصور. في جاء يوم من الايام خذيت رقم الشخص هذا، رحت اتواصل معه وقعدت اساله بما انه يعني معروف، قلت له يا فلان انا توي بادي وابي اطور من نفسي. قال لي تبي تطور من نفسك؟ قلت له ايه. قال لي طيب اسمع كم معك يا احمد؟ طبعا انا استغربت من سؤاله، انا ما في بيني وبينه معرفه وتونا بدايه حوار، يعني مالي تقريبا اعرفه معرفه الا يوم يومين شيء بسيط ما اذكر المده كم كانت. قال لي كم معك يا احمد؟ انا كنت توها شاري لي كام حقت سوني، شاري لي سوني برو بدل سوني العادي ومضبط شوي في الميزانيه مضروبه عندي. استغربت من سؤاله جاوبته وعطيته مبلغ معين تقريبا كان 700 ريال 750 في الحدود هذه. يوم قلت له المبلغ قال طيب اسمع ابى اعطيك رقم واحد ابيك تروح وتكلمه وتقول انا جايك من طرف فلان اللي هو الشخص هذا اللي مرسلني عليه. قلت له ليه وش السبب؟ علمني. ما علمني. قال لي روح. قلت له ابيك تعلمني. قال طيب اسمع انا راح اساعدك ب 1500 ريال، ابيك من هذه ال 1500 تزيد من عندك اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه، واذا نقص علمني، وتروح تكلم الشخص هذا يعطيك رقمه يجيب لك بي سي وانا بكلمه بكل شيء وش تحتاج وش ما تحتاج. انا صدمت وقتها والله يا اخوان والله اني ما كذبت عليكم بحرف. اللي جارطني في الموضوع ان الانسان ما اعرفه هذه المعرفه عشان يسوي معي هذا الجميل، فانا استغربت من كلامه معي. قلت له لا بيض الله وجهك وما قصرتوا على عيني وراسي ونعم فيك والله العظيم كلامك هذا الحالة الذات بحد ذاته دعم لي انا. فرفضت المبلغ وعييت واصريت اني ما اخذه، لكن اللي استغربت من الرجال هذا انه اصر اكثر مني وقام يحلف وقال اسمع عشان ترتاح اعتبر هذا المبلغ سلف، ما ابي منك اي شيء غير انك ترجع لي حقي، رجع لي حقي وانا راضي، انا بجيك بنفسي اكلمك اطلبك ترجعني. بعد الكلام الطويل هذا كله قلت له طيب راح اخذها، ويعلم الله ان جميلك هذا ما راح انساه والفلوس اللي اعطيتني اياها راح ترجع لك اول ما توصلني باذن لي ما تنام عينه. انحرجت منه وصراحه موقفه هذا معاي اللي في البدايه لصق بمخي من بدايه ما استلمت البي سي اللي جمعت قدر ما اقدر عشان اجيبه الين يومكم هذا، والبي سي معاي والحركه والموقف اللي سواه هذا معاي لاصق ببالي. بتقولي يا احمد بس كذا هذا السبب اللي ذكرته؟ لا طبعا. اول شيء ال 1500 ريال هذه في البدايه ما كانت بسيطه، مبلغ زي هذا يعطيه شخص ما يعرفه عشان يبغاه يدز، شاف انه مبدع يبغاه يكمل،
هذا بحد ذاته ما تشوفه ابدا يصير، نادر الشيء هذا يصير. بدت علاقتي مع اليوتيوبر هذا تكبر شوي وشوي، وسولف معاه صرت اطلع معاه في بثوثه، بيني وبينه لعب اقيام، بدت العلاقه تقوى اكثر واكثر. الكلام كان على بدايه او نهايه السيزون السابق، ممكن في بعضكم بدا يعرف الشخص اللي اتكلم عنه. عموما مرت الايام ووصلني الجهاز، وصلني الجهاز وانا ما ادري، زي ما قلت لكم ما اعرف شيء يا عيال، ما اعرف ايش انزل برامج تصميم، ما اعرف وش الافضل، ما اعرف كيف اضبط اعدادات البث. كان بثي فقط اني اشبك يو اس بي واشغل الكام واجلس على طالع نفسي بالشاشه تحت على اليسار والعب، والجوده جدا تعبانه كانت حزتها. عموما واللي صار انه جاء اليوم اللي جاني فيه الجهاز، جلست اطالع فيه وما عرفت ايش اسوي، موجود عندي وكل شيء عندي، جهاز ومايك وسماعة والأمور كلها كاملة، قدرت أني أدبر مبلغ حدودا تقريبا 3500-4000 ريال بعد طلعة روح. ويوم وصلني ما بغيت أني أروح أكلم نفس الشخص اللي ساعدني كثير وعلمني ايش اسوي وقال لي وش اشتري، انه يجي يعلمني برضو كيف اسوي اعداداته واضبط. انا كنت سواح جدا ما اعرف اي شيء في الحياه عزيزي المشاهد. اللي صار ان نفس الشخص هذا جاني مره ثانيه يكلمني، يا احمد وين الجهاز؟ ليش انا جالس اشوفك تبث على نفس الكام القديمه ونفس الجوده؟ قلت له والله يا طويل العمر ما ودي صراحه اكذب عليك، لكن جالس اتعلم حبه حبه عشان اضبطه وباقي ما خلص. قال طيب. جاب لي معاه مكالمه وعلمني كيف احمل كل شيء حبه حبه. مسكني يا عيال وانا من النوع اللي اقهر اقهر اقهر، ما افهم بسرعه، بطيء الاستيعاب، انسى، اذا تعلمت الشيء يوم بكره انساه، فكنت ارفع الضغط وما ادري كيف كان يستحمل. مسكني حبه حبه، جلس يعلمني سو كذا، حمل هذا، هذا هنا، هذا هنا، اشبك هذا هنا، ويفتح لي كام، وريني جهازه، وشوف هذا كيف ركبته، روح ركبه عندك. واللي يصدم اكثر واكثر ان مالي تقريبا شهر متعرف عليه، هذا كله بشهر شهر وربع بالكثير. مرت الايام وعلمني 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 لين ما تقريبا جاء يوم وكان عندي تحل 10000 مشترك بعد ما قدرت اني ابدا حبه حبه في الجهاز الجديد. جاء قال لي يا احمد ابيك اليوم الفلاني الساعه 5:30 تجهز مقطع. قلت له ليش وليش 5:30؟ قال سو كذا وما عليك. قلت له علمني يا ابن الحلال. قال طيب راح انشر قناتك عندي. طبعا حزتها كان عنده اضعاف مضاعفه من الرقم اللي انا عندي، فانبسطت جدا من حركته هذه، كوني اطلع معاه في مقطع يوتيوب وينشر قناتي بعد، هذه بحد ذاتها ما تلقاها ابد. هذا اللي صار، نزل المقطع وتكلم عني، والمقطع اللي نزله في قناته انا برضه كنت معاه، وقال لهم يا اخوان لا تقصرون معاه، روحوا وشوفوا وما راح تندمون ابدا. وفي ناس الان انا متاكد انهم عرفوا من الشخص الفلاني. مرت الايام وانا الى الان مع الانسان هذا العلاقه حقتنا قاعده تزيد وتصير اقوى اقوى، لدرجه اني كل ما اني يعني اصدم من الاشياء ومن طيبه الشخص هذا. بدت الايام تمشي والشخص هذا باقي يساعدني ويعلمني وسوي كذا، يا احمد هذا غلط هذا صح. قدرت اني خلاص ابدا حبه حبه اعتمد عليه. جاء اليوم من الايام هذاك اللي دخل هو عدد كبير من المشتركين ودز ما شاء الله عليه. بعدها جتها ظروف وانقطع عن الساحة. يوم انقطع من الساحة انا كنت باقي وقتها مستمر، هذا الكلام بعد تقريبا 2-3 شهور يمكن 4 بعد ما اذكر بالضبط. دزيت حبة حبة، دزيت حبة حبة، دزيت حبة حبة، قدرت اني اجيب الرقم اللي وصله هذا الشخص اللي دعمني. مرت الايام والشهور والحمد لله قدرت اني اوصل 500-600-700، وللأسف ان الشخص اللي كان هو السبب الرئيسي بعد الله وبعد دعمكم نجاحي ومسيرتي هذه كلها، وهو اللي كان الطريق اللي اشوف فيه ويعلمني ويصححني، ما كان يقدر يكمل الظروف خاصه فيه. فحاولنا قدر المستطاع ان احنا نكلمه، ارجع كمل حاول. قال انا فتره بسيطه وراح ارجع. عموما وصلت المليون، ويعلم الله اني لولا الله ثم ذاك الشخص، واكيد طبعا دعمكم اللي قاعدين تطلعوني الان هذا شيء خالصين منه، هذا الشخص له فضل جدا جدا كبير ما راح انساه ما حييه. اسال الله العلي العظيم ذو العرش المجيد الفعال لما يريد رب السماوات والارض، اسال الله انه يسعدك يا ابو فايز كانك تطالع هذا المقطع، اسال الله يا سعد انه يرزقك وييسر امرك ويشرح لك صدرك، كانك انسان معروف بطيبتك وشهامتك ومرجلتك وعلومك الطيبة عند الكل مو عندي أنا بس. اللي أقدر أسويه للناس اللي جالسة تطالعني الآن ولك أنت يا الشخص، طبعا بس عشان أوضح شيء، سعد أبو فايز سوبفكس اللي ما أعرفه إلى الآن هذا بجهة، وأمي وأبوي هذولي بجهة ثانية. أعزائي متابعين قناة أبو بنق الرسمية، مهما شكرتكم يا سواحات ما راح أقدر أوفيكم حقكم. اللي أقدر أقوله راح تشوفون اشياء باذن الله وتطورات مستقبليه راح كلكم تشكروني عليها ما علينا متاكد. شكرا جزيلا لكل شخص، لكل شخص صدقني الكلام ما راح اوفيه حقك، بس لكل شخص جاني مره واحد من بثوثي
وقال لي يا أحمد أغنية طيبة، هذا دونيشن دعم لك لمحتواك الطيب. والله هذول الأشخاص إني ما أنساهم وما أقدر أذكر أسماءهم كلهم، ناس كثير مرة، لو أذكركم من هنا إلين بكرة ما راحوا فيكم حقكم. كل اللي أقدر زي ما ذكرت سابقا الدعوة الطيبة لكم، ولا تخافون جميل الشخص أنا من الناس اللي مستحيل أنسى. دام وصلت إلى هذا المكان عزيزي الطالع، أبي منك الآن شيء، وبإذن الله أنكم ما راح تردوني. بنفس الوقت اللي راح ينزل فيه هذا المقطع بتشوفونه الآن، أبو فايز سعد منزل مقطع رجعه لليوتيوب، توه راجع. أنا رجال ما راح أنسى جميلها معاي، أبيكم كلكم يا سواحات تروحون الرابط تحت أو أكتب في اليوتيوب سوبفكس أو أكتب سعد رجع لليوتيوب رجع قوية، نبغى ندعمه زي ما سوى معاي. أنا بحاول أقدر أني أسوي زي ما سوى معاي. أنا أدري أنكم محزم مليان، الله يسعدكم جميعا. ما أتوقع أني طولت في الكلام، شكرا لكم. بإذن الله راح تكون في سلاسل جديدة في القناة، سواليف وفلوغ وأكل وتحديات ولو خيروك لا أمزح، لكن بإذن الله أنكم تشوفون الشيء اللي يعجبكم. الله يسعدكم، وإذا ودكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس هذه أشياء طيبة. وترى القلم تشوفونه وينه، هذا هو، أيوه هذا بعد ما قصر معك، تعرفون إيش يسوي إذا ما حطيت الكود. الله يعطيكم العافية مشاهدة يعني إن شاء الله. شكرا، وصلي على محمد صلى الله وسلم عليه، امان الكريم. يلا ها سوينا حركة جديدة.